السلام عليكم إخوان وأخوات الطلبة. الفيديو غنشتغلوا على موديل ديال ميكانيك دي بوان اس ام بي سي اس ان. كيفاش كتشوفوا الصورة؟ كاين بلان اللي غنشتغلوا له غابيل ماتيماتيك سينيماتيك دي بوان ديناميك دي بوان تيوريم جينيرال اكسيتيرا. ماتنو غنديرو غابيل ماتيماتيك. غابيل ماتيماتيك غنبداو بأول حاجة هو لوا فيكتوريال. هو اللي غنبداو بيه هو الأول. سنطرقو يعني غابيل ماتيماتيك هي اللي خاصنا يعني ضروري من الماتيماتيك باش تدخل موديل ميكانيك دي بوان باش تدخل ليه في اريحية. يعني لان الا ما كانش عندك غابيل ماتيماتيك وما عندكش واحد الادوات ديال غابيل ماتيماتيك واحد التذكير ديال المات ما يمكنش، لانه السوارد ديال الميكانيك هما المات هو المات. غنبداو فيكتور ا ليس فيكتور بي ايغال، عندنا واحد المتجهة بليس واحد المتجهة، قادر نديرو هاد المتجهة بي بليس المتجهة ا. ما عندناش ما عندناش اشكال، يعني ا بليس بي يعني بي بليس ا، يعني جمع. عندنا ناخذ فيكتور ا بليس بي بليس سي اتقال هي فيكتور سي زائد فيكتور بي بليس ا، يعني نفس الديكور. يعني كاين شي اختلاف ولا شي حاجه، يعني كيف ديروا الاقواس كيما نديروش، يعني كيبقى الجمع بليس بليس ما عندناش اشكال فيه. غناخذو واحد فيكتور سكالير، غناخذو مثلا واحد بي اي كي ستان سيسون لو فيكتور او سيسون لي سكالير، عفوا سكالير ستان سكالير. هذه الحالة الثانية، هذه الأولى وهذه الثانية. غنديرو الحالة الثالثة. الحالة الثالثة مثلا غناخدو مثلا بي سكالير كي واحد الفيكتور ا، راهي بحالة قلتي بي سكالير ا أو عامل هي هذه بي فوا فيكتور ا سكالير كي، لا ميم شوز ما عندناش مشكل. ناخذ مثلا حاله اخرى، عندك بي بليس كي عامل لي متجهه ا، راه هي بي في المتجهه ا بليس كي في المتجهه ا، يعني كنشر ما عندناش اشكال في هذه. كذلك ناخذ مثلا بي زائد ا عامل لي كي، راه هي بي فوا كي بليس ا فوا كي، لا ميم شوز. غنشوفو فيكتور انيتير. فيكتور ان واحد المتجهة الوحيدية. كناخدو واحد المعلم، مثلا هذا هو المعلم، عنده واحد الاو، هذا مال فيكتور انيتير هو هذا اي وهذا جي وهذا كا، هذا لاكس ديال اكس وهذا لاكس ديال ايغريك وهذا لاكس ديال زد. شنو هو الفيكتور انيتير؟ هذه هي المتجه الوحيد، يعني عندك اي راه كتساوي هي جي راه كتساوي كا راه كتساوي واحد. مثلا غناخدو واحد السلم، مثلا الدرجة من هنا هنا نديرو حنا واحد سنتيمتر، راه هي نفس الدرجة ديال هنا هي نفس الدرجة ديالها. وزيادة عن ذلك أن الفيكتور إي بيربونديكولير فيكتور جي وفيكتور جي بيربونديكولير فيكتور كا إكسيتها إلى غير ذلك. هذا عمودي عليه، نتفاهمو منه. غنمشيو برودوي سكالير او غادي لا قبل ما برودوي سكالير
غناخدو هاد الروبير وغناخدو واحد النقطة ام هنا ياك، وغنديرو ليها بروجيكسيون، غنديرو ليها بروجيكسيون، بروجيكسيون غنسقطو على لاكس زد، غتولي هي زد واحد، غنسقطو على ايكغيك ان اي ايكغيك او اكس ان. دونك هنا هاد هاد ام هاد او ام سقطنا على هاد لاكس زد راه هي هادي، وسقطنا على هاد لاكس ايكغيك راه هي هادي، وسقطنا على هاد لاكس اكس راه هي هادي. دونك او ام ايغال شنو هي او ام؟ او ام هي اكس فوا اي، الاسقاط ديال اكس فوا اي في هاد المتجه الوحيد ديال اكس واحد فوا اي بليس ايغريك ان فوا جي فيكتور انيتير، المتجه الوحيد الوحيدية بليس زد فوا ك. فوالا بغينا الموديل ديال او ام، الموديل ديال او ام، الموديل ديال او ام هو لا فالو ابسولي ديال فيكتور او ام هو الراسين ديال اكس او كاري بليس ايكغيك او كاري بليس زد او كاري، هذا هو الموديل. والموديل دائما كيكون موجب، هاد او ام دائما موجب، والمسافه دائما كتكون موجب، المتجهه كتقدر تكون سالبه او تقدر تكون موجبه. غنمشيو دابا برودوي سكالير، برودوي سكالير مثلا غناخذ واحد، مثلا غناخذ واحد مثلا هاد الشكل، مثلا غناخذ هاد مثلا الطيطه مثلا، هذا اكس وهذا ايغري. برودوي سكالير اش كيقول؟ برودوي سكالير ديال اكس، برودوي سكالير ايغريك، بغينا برودوي سكالير ديالو راه هو اكس فوا ايغريك فوا كوسينيس ما بين اكس و ايغريك هي طيطا، المنظم ديال برودوي سكالير، المنظم ديال برودوي سكالير راه هو اكس فوا ايغريك فوا كوسينيس طيطا بدون متجه. فوالا بحيث ان الطيطا كتكون محصوره ما بين زيرو بي. ولكن ثاني حاجه حلغومار ان ا و بي اي ان سكالير، مثلا نقولوا ان اكس و ايغريك اي تان سكالير نو با ان فيكتور، ان فيكتور نو با ان فيكتور، راه مثلا راه البرودوي سكالير هذيك ا و بي راه ماشي فيكتور، استان عدد عادي. اكس و ايغريك فيكتور اكس ايغريك او سكالير او اكس سكالير بي ام بروجيكسيون دي فيكتور، ايتان بروجيكسيون اسقاط ديال فيكتور ديال ا ديال اكس سور ايغريك. فهمتي؟ حنا درنا لكم هنا السكالير راه وضحنا الامور ديال، غنمشيو نشوفو لي فيكتور انيتير البرودوي ديالو، غنشوفو البرودوي ديال فيكتور انيتير. مثلا الا قلت لك اسيدي اي سكالير اي راه هي، لما كنقول لك اي سكالير اي راه هو واحد، ومني كنقول لك جي سكالير جي هذا راه فيكتور انيتير راه هو واحد، ك سكالير ك راه هو واحد. علاش؟ لانه متوازي، اي متوازي مع اي، يعني اي في نفسه، يعني اي في نفسه يعني التوازي، يعني كيكون واحد البرودوي سكالير ديالو واحد المستقيم متوازي كيساوي واحد ياك. الا قلت لك اي سكالير ك، اي هكا ها اي ها اي هكا بيربونديكولير عمودي، اذا برودوي سكالير سي نيل، سي فيكتور نيل زيرو، او ماشي نقولو فيكتور نيل سي زيرو،
0 عفوا سي 0. الا نقول لك جي فيك سكالير ك سي 0. ومن نقول لك مثلا اي سكالير جي سي 0 سي سام. الان غنمشيو نشوفو برودوي فيكتوريال. برودوي فيكتور يعني جداء متجهين. مثلا ممكن نقولو اكس فيكتوريال اي ايغال كتكون عندها كنديرو هوك كنديرو مثلا اي هنا جي مثلا هنا مثلا اكس 1 ايغ 1 اكس 2 ايغ 2 برودوي سكالير مبين شرا قريناه اللي هو اكس 1 فوا ايغ 2 موان ايغ 1 فوا اكس 2 فوالا عفوا فوا المتجه انيتير موان عندك ايغ 1 فوا اكس 2 موان ايغ 2 فوا اكس 1 متجهه جي شيء اكس 1 فوا ايغ 2 موان ايغ 1 فوا اكس 2 فاكتوريزاسيون متجهه اي يعني المتجهه الوحيديه موان ايغ 1 فوا اكس 2 موان ايغ 2 فوا اكس 1 في جي. هذا هو كيفاش كنحسبوا اكس فيكتوريال ايغ اكس فيكتوريال ايغ فوالا. غناخذ واحد الغومارك الا قلت لك اكس فيكتور اكس فيكتوريال ايغ راه هي راه ماهيش ايغ فيكتوريال اكس خطا لانه احنا عندنا مثلا هالروبير مثلا ناخذ روبير فيه اكس ايغ زد الى اكس او ناخذ هذا الروبير هذا ما نعتبروش هذا اكس وهذا ايغ راه اكس فيكتوريال ايغ راه ماشي هو ايغ فيكتوريال اكس حيت عندنا واحد لاسونس بليس كنمشيو بهاد لاسونس. دونك الا بغينا نديرو ايغ فيكتور اكس غنديرو واحد الموان عكس درجين لور حنا ايغ فيكتوريال اكس فوالا. عندنا سيدي الا قلت لك اكس فيكتوريال ايغ فيكتوريال زد راه هي اكس فيكتوريال ايغ بليس اكس فيكتوريال زد فوالا. اي سيدي سويت. الان غنمشيو للمتجه الانيتير يعني الوجه المتجه عندنا ناخذ واحد الورقه جديده عندنا اي فيكتوريال جي اغار باش نوضح لك الامور. عندنا هنا هو الروبير ها اي ها جي هكا. ملي كنقول لك اي فيكتوريال جي راه هو كا فيكتوريال جي ايتيغال موان فيكتور اي يعني العكس. دابا ملي كتقول لي كا فيكتوريال جي موان اي حنا هاد لاسونس غادي بليس هكا يعني موان اي اكسيتيغ. الان غادي نمشي نشوفو ديريفاس ديريفي دي ان فيكتور. مثلا غادي ناخذ واحد الورقه غادي نشرح لكم هادي. ناخذ واحد الروبير او اي جي ك هذا لاكس زد هذا لاكس ايغ هذا لاكس اكس. ناخذ واحد الاو ام هنا ان بروجيكسيون هنا. دونك او ام هادي راه كنا جبدناها قبيله هي اكس فوا اي بليس ايغ فوا جي بليس زد فوا ك فوالا. ديريفي ديال الفيكتور مثلا كنقولو دو او ام راه هي دو اكس فوا اي بليس دي ايغ فوا جي بليس
ليز دي زد فوا فوا كا. قال اش كنعرفو هنا برو سكالير لما كيقول اف فوا جي بريم التقال بريم هي اف بريم فوا جي بليس اف فوا جي بريم راه نطبقو هاد الغيكلي دي او ام تقال دي اكس فوا اي بليس دي اي فوا اكس بليس دي ايغريك فوا جي بليس دي جي فوا ايغريك بليس دي زد فوا كا بليس دي كا فوا زد. كنعرفو ان هاد الروبيل فيكس اي جي كا كيتساوى يعني اي ايغال جي ايغال كا ايغال ان. دونك ان سي تان نومبر كونستان. دونك ديريفي ديال اي و جي و كا ايغال زيرو. دونك هذا زيرو وهذا زيرو وهذا زيرو. دونك دي او ام ايغال هي دي اكس فوا اي بليس دي ايغريك فوا جي بليس دي زد فوا كا. كنا كنكتبو في البكالوريا x بوان اي بليس y بوان جي بليس z بوان ك. اذا هذه هي الديريفي ديال او ديال او ان. المهم ملي غندخلو البارتي ديال شابتر 2 ديال سينيماتيك دي بوان غنشرحو لكم كل حاجه بدي ديتاي بالشكل ديالها بالمسائل ديالها. استودعكم الله الذي لا تضيعون وشكرا لكم، واللي عنده شي ملاحظه شي حاجه يخلي لنا في كومونتير. شكرا لكم. الو بوشون كندور روحك كنشوف هاد لاسون. هل القرعه كتحل هاك تفتح الغلاقه ديال القرعه. ملي كنقول لك جي فيكتوريال كا، جي فيكتوريال كا راه هي اي، هي منتج اي. ومني كنقول لك السي ديالك كا فيكتوريال اي راه هي جي، كا فيكتوريال اي راه هي جي. ولكن ملي كنقول لك كا فيكتوريال جي راه هي موان اي.